مرحبا. اليوم بدي اورجيكم جيم وور فور ذا اوفر وورلد. طبعا انا كنت حابب اورجيها قبل بس هي مشان اعطيكم بس هيستوري شوي. هي طلعت على كيك ستارتر وهي لعبه مثل دنجن كيبر او فعليا هي دنجن كيبر 3. لما كانوا بدهم يعملوا دنجن كيبر 3 كان حيسموه دنجن كيبر 3 وور فور ذا اوفر وورلد. طبعا اوفر وورلد يعني مثل في اندر وورلد وهو هذا الاوفر وورلد يعني بدهم يحاربوا العالم السطحي وكذا. المهم عملوها للعبة وطلعت من حوالي 6 شهور بس لما طلعت كانت فعليا طلعت من الايرلي اكسس وكل شيء بس ما كانت مخلصة. فالجماعة صراحة انا تركتها شوي هلأ رجعت لها ظبطة خلاص ظبطت فهلأ صار وقت يعني الواحد ممكن يحكي فيها. طبعا هي دانجن كيبر ما بيعرف شو هي الفكرة انك انت واحد شرير طبعا كبست الكامبين انك انت واحد شرير وبدك تسيطر على العالم اوكي. كيف هو انه عندك دنجن انت عندك هذا السرداب وكذا وبدك تعمر بغرف تدرب فيها الوحوش تبعك بعدين تهاجم فيها مين البشر اوكي. الفكره كتير كتير سهله. خليني اورجيكم هاي المشن. طبعا هاي المشن اوريدي خلصتها. جايبين نفس الزلمة اللي عمل صوت اللعبة القديمة. هعمل بلاي وفوت عليها. فالفكرة انه انت حتشو حتبلش تبني. شو بيعملوا لك؟ بيعطوك دنجن مثل هاد. اوكي هعمل سكيب. سكيب. الزلمة اللي بيحكي فظيع. تمام. اللي حاعمله هلا مثلا حبلش ابني غرف اوكي. راح اقول له بالزر هيك الماوس حتكبس شو الاشياء بهذا. راح يجوا الامبس تبعونك يجوا بلشوا يشتغلوا. طبعا هلا اذا حابب تسرع الموضوع فيك تعمل امبس زياده هون في كمان. اوبس سوري. نعمل فاوندري وبطيخ. طبعا هلا في عندك هذا الشيء اسمه سن. هدول طبعا بتجمعهم من الريسيرش. هلا فرجيكم كله شلون فيك تعمله. طبعا قال لي اوبن الفاوندري. بيلد وان ناو اند يور مينيونز ويل بي هابي تو كرييت ديفنسز فور يور دنجن. يلا يلا شغل شغل بلا كسل. يلا. طبعا اللي بيصير هذا الدنجن هارت هذا اذا تكسر بتخسر اوكي. هي هاي الفكره. وفي عندك المينيونز تبعونك هدول الجنود تبعك. طبعا هدول الامس ما بيحاربوا بس بيروحوا بيكسروا حيطان. نعمل هون سبل نفتح الخريطه. طبعا هون خلاص هذا مسكر فحاعمل حاول افتح هاي كلها استخدم هذا المكان اللي انا ما عاد في محل الذهب. اوكي روح بس هون. طبعا هلا شو ممكن اعمل؟ ممكن له 1 2 3 4 5 راح ازيدهم لهدول بس هذا شو استهلك لي المانا تبعي حتى اصل لي اياها منهم ما عاد فيني استعمل اكثر من هيك. اللي حاعمله هلا اني حاجي له ابني فاوندري هون. الفاوندري اللي هو محل يعني مثل مصنع اوكي. اللي حصير فيه انه راح ابلش ابني فيه اشياء. هلا طبعا بعد شوي حيجي المينيونز المونسترز اللي بيجوا يشتغلوا عندك. هلا بعد شوي بتلاقي طلع ليكو. هذا بحب يشتغل بالفاوندري. اوكي okay. وكل واحد من هذول المونسترز عنده ابيليتيز. يعني هذا مثلا ببزق مثلا او بتدشى فيه. في عندك مثلا المحاربين العاديين هلا حظبط لهم محل يشتغلوا فيه. Build them the basic rooms they require. يلا يلا يلا. You've discovered an artifact. You'll need an archive and cultists in order to research that artifact. Your workers will continue to claim territory mindlessly. To prevent them from throwing their lives away, cast impasse upon the flashing tile. Each impasse flag will create a 3x3 area that your workers impasse. Will not create. Use it to keep your expansion in check and your workers are ما بدي اياك تعدي هذا المكان. To dismiss an impasse flag, simply give it a slap.
You can also click the red impasse icon. نجيب واحد من هدول نزته هون عشان يعمل لي الأوضة هاي. هلا شو ممكن اعمل هون مثلا؟ قل له اعمل لي تخوت، انا بدي هون ينام. فهلا حتلاقي تشندر هذا حيطلع وين؟ حيجي هون ويعمل لحاله عش او تخت او اي شيء حسب هو شو بحب. اظن هدول مو عش ولا شو هاي حديدة؟ اي ليك هاو بيضاء شوف شو طالع منه. اوه ماي جاد. طيب هلا بدنا نبني لهم محل ياكلوا منه. خلينا نعمل اكسبلور شوي عشان نعرف شو في هون. You've discovered a gold shrine. ممتاز. If your coffers are full, or if you're afraid of how wealth might change you, you can always untag it with a second click. يلا تعالوا هدوا هون. بدي اوضه هون. طيب شو كمان بدي اوضه هون. 3 4 5 6 هيك وهيك. الذهب هذا كله بدي اياه. 1 2 3 4 ممتاز. طبعا هلا هذول بطيئين فانت شو ممكن تسلخه كف بيقوم بصير اسرع، بس لا تسلخه كثير بيقوم بيموت. اشتغل اسرع. ما انت شرير. ها تعال نحط له الناس سادهم. 5 اوكي. اللي حعمله هون رح ابني بار حانة، ورح ابني جنبه تعريف كملها كلها. ايوه هون بحط باب. تمام مثلا هون بروح باني ومفروض كان اعمل العكس. خلينا نبيع الحاني ونحط محله خنازير. هلا هذا الاكل بصيروا بيجوا بياكلوه. اوكي تعال هلا شو بدي هذا الذهب بشيله بيلزمني. طبعا هدول كلياتهم بيعطوك بونس لما تاخذهم، عارف كيف؟ Deception Shrine Clay Explore. ممتاز ممتاز ممتاز. اخذ هذا هيك خليه يكملها طالما هي حيكون مسكر هون. هاي هي بتصير تعطيك ذهب لا ابدي يعني او ابدي. ممتاز. احفر هون نكبر هاي نتفه ونعمل هون الحانة تبعهم. هلا اللي حيصير انه هون حييجوا ياكلوا بالحانة. هاي طاولات هلا تلاقيهم بيجوا هون بياكلوا بيسكروا شغلين. يعني افتح لهم هاي. ثلاثة هون خلينا نكبرها معلش. يلا معنا ذهب لا نهائي. طبعا هون بعمل انا تاج وبعمل حواليها شو فولت. هلا هون كل الذهب حيتخزن بهي الاماكن هاي. طيب هون هلا بدي اعمل لهم شو نعمل لهم هاي نحط فيها الارشيف. الارشيف هو محل ما بيعملوا الستديز، محل ما بيعملوا ابحاث. هذا حنكبرها هي شوي. المفروض كان عكس.
تعرف الحانة هي كتير كبيرة على الفاضي، هنشيلها ونحط التدريب هون لأنه حيلزموني هدول للحاربوا حاربوا الأخيار لأنه أنا الشرير. أوكي هذا تدريب، ونحط الأرشيف هون، لازمني جولد طبعا. هلا شو حيصير انه هذول حيجمعوا الجولد وحيحطوه هون، تمام؟ هذا اجى ليحارب ليتدرب عندي ويحارب ليكو. ها شوف هلا بصير بقوى وبيعمل تريننج بلفل، كل ما كان ليفله اعلى كل ما كان احسن، تمام. لا شو كمان بدي حاني تافن. التافن هون ممتاز، هون 9900. يس جو فور ات، نيحة كفي. اوكي نكبر التدريب لانه كل ما كانوا اكثر كل ما كان احسن. بدي 8000 9000 ليك تحت المؤشر تبع الماوس، 9000 جولد طيب. مو هذا هو، راح احط الارشيف فوق. هلا لاحظوا هذا مين اجى كمان، وحش جديد، تمام؟ فيك تسف او بيوم بيصير اسرع. هلا كمان باي داي، يعني هدول هلا حيطلعوا من هون وحيروحوا يقبضوا فلوس. تعال حفور هاد، خلينا نجهز حالنا لنهاجمه. يس ليكو هاد، شوف كيف رايحين. هلا في شغله حلوه بالجيم، الشغله الحلوه انه فيك تجي مثلا تقول انا بدي فوت بهاد، تمام؟ بصير عندك فيرست بيرسون، بصير فيك تتمشى بالدنجن تبعك، طبعا مشكلته هذا شوي بطيء. وفيك تصير تحارب، تمام؟ على الاغلب ما حتعمل اللعب، يعني ما حتعمل فيها هي كثير، هي حتستعملها اكثر شيء لحتى تتمشى. هلا مثلا خليني اعمل استحوذ او اسكن واحد من هدول العمال، هذا سريع، تمام؟ هلا حتلاقيهم شو؟ كلهم قاعدين عم يشتغلوا عم يظبطوا. اذا حابب تشتغل فيك تشتغل معهم، تمام؟ فيك تاخذ اي واحد من هدول تفوت فيه، يعني تصير تستعمله لحتى تعمل اغراضك الشريره، تمام؟ ممتاز. هلا بدي ارشيف، حط الارشيف هون، هون بيعملوا الابحاث دراسات الشريره. كان ممكن نحطه هون كمان بس خلص منيح. هاي هون هيك، لاحظ كل الدهب عم يتجمع وين؟ حوالين هاي الدنجن هار وبالمستودع الدهب. هاي ارتيفاكت، هي بس تبحث فيها بيقول لك انه بتعطيك بونص فلاني. طبعا هذا بعد شوي حيجي كالتست وحيسكن بهذا المكان. هذا محل السكن تبعهم اظن بكفي. هو على كل، اذا ما بكفي المحل مثلا ما كفى الاكل بيقول لك الاكل ما عم يكفي، السكن ما عم يكفي، ظبطهم اعمل لهم الى اخره. تاتاتات شو اعمل؟ كبرها هيك، نكبر هذا هيك ونعطيه كله سكن خليهم يكتروا. وين الكالتس ليكو؟ ها هلا هذا رايح وين؟ على ال على الطاولات يقعد يسوي دراسات وابحاث. طبعا شو بيعمل لك هاد؟ بيعمل لك هاي، بصير تقدر تفتح الاشياء اللي هون. بيعطيك سم، شايف هذا عم يعبي هيك بس يصير بيعطيك نوت بوينت، بس تاخذ بوينت فيك تفتح وحده من هدول الاشياء. طبعا حسب الكامبين انت وين هو بيعطيك الاشياء اللي فيك تفتحها، تمام. هذا شو صاير معهم؟ ليك المصاري هدول جايين ياكلوا. ايه شوف شو فيك تعمل،
فيك تقول مثلا خذ هاد وزدته هون تفرم هي بصير في اكل للعالم. يعني فيك تعمل هذا الشيء اذا بدك، او فيك تيجي هون تلم هدول اذا مالك حابب يعني تنتظر لحتى الطباخين يشتغلوا، فيك تيجي انت وتعبيها هون. ليكو عم يزت الاكل على الطاولات، هاي اللحمه ليك ها شوف هاي زتها هون ريك. الفرجة على الدنجن وهي شغالة هذا اللي بيسلي بالجيم، تستكشف الأشياء الجديدة اللي عم يعملوها هذا حلو. هاي بليد لوتس. هلا رح يصير اللي عم يشتغلوا هون عم يعملوا هاي البوكسات. هاي البوكسات بتروح وبتبني لك الترابس. فهلا هذا اول تراب، طبعا بعدين بصير تفتح اشياء، شيء بيعمل فريز، شيء بيضرب نار. الحلاوه انك تستكشف. انا ما بدي احكي لكم كل شيء موجود، حطها هون. هلا رح يصير انه حييجوا الامبس تبعك، هتلاقيهم جايين هلا وجايبين الصناديق الصغار ليكن ها، وحيحطوها هون ليبنوها. مثل قلت لكم الجيم حلو فيه انك تستكشف تشوف شو حيعملوا بالضبط. فيك تعمل لها اكتيفيت، الاحمر يعني شغال، الابيض يعني مطفيه. These defenses require a small portion of your mana in order to function. ما اشي ما بنينا when the defense is destroyed or so. طبعا مع الوقت بيفتحوا لك غرف جديده، بيفتحوا لك سبلز جديده، بيطلعوا لك وحوش جداد. في كتير. ما انا اخذ ليكن هيون جايين. can be dropped into a hidden mode which allows enemies to unknowingly pass over it. The perfect trap for retreating foes. Now click the blade lotus again to reactivate it. فشايفين هذا هلا حيمنع الناس انها تفوت. بنفس الوقت عم يأذيهم. Unless you're fighting those stinking dwarves. وشو فيك تعمل كمان؟ فيك تجي وتقول له تعوا حاربون هون. فيك تقاتل يعني فيهم. تعوا. For a bit more firepower and range, you should consider the bombard. او حتى فيك تستعمل هذا بيسمح لك الكل يجوا. 1 2 3 4 5 6 select the bombard and build it upon one of the flashing tiles to the east of your dungeon core. What do you mean they're all dead? This threat is more serious than I thought. هلا حييجوا طبعا يبنوا لك هدول. او اذا انت كثير مستعجل فيك تروح على الفاوندري تلم هدول الصناديق. Prepare to defend the center line under Lord. The bombard can be placed into overdrive mode by clicking it, which will increase the speed at which it fires. طبعا حتى هي فيك تكبسها بيقوم بتصير اوفر درايف، بس بتروح بيروح منها هز. Now that you have some offense, you should wall off your dungeon core to prevent your enemies from sneaking in and destroying it. فيك تحط ابواب. Build a wooden door upon the flashing tile. The wooden door will slow the advance of your enemy for a short time. However, it can also be used to prevent your minions from. شايفين كيف لذيذة إنه فيك تبني بيس. أنت هون الشرير مالك منيح. إلا نكهة حلوة والفويس أكتنج فيها كتير لذيذ. The wooden door can be toggled open and closed with a click. While closed, no minions may pass through unless the door is open. Destroyed or sold. واحد اثنين ثلاثة أربعة. You've gone quick, Underlord. Now put your murderous new talents to work. There's no doubt that the insipid lord will soon learn your presence and send his troops forth to die by your hand. In the meantime, continue to build defenses to protect your dungeon. Adding any additional rooms you desire to diversify your army
and improve your chances of survival. Scatter their bombs. هلا عم يهاجموني والترابس شغالة فيهم ضرب. ولو حابب تبع الدعم فيك تقول مثلا جيب لي هدول وحطهم هون مثلا. طبعا حيروح يحاربون. ليكو عم يحاول يفوت من هون. هلا مسا خلينا نعمل هدول. هلا هدول عم يحاولوا يصلحوا الحيط. نايس. طيب هدول طبعا ماتوا كلهم. هاي الباب عم تتركب. هلا هدول عم يصلحوا الحيط وهدول عم يكسروه. بس ما بعرف مين اللي ممكن يفوز اكثر. لا هدنك اسرع. انا شو ممكن اعمل؟ ممكن اعمل هيك ونزل هدول فوق راسي. يا حرام يا حرام. طيب هاي الفكره. طبعا هلا حيرجع يهاجمني هو. بدنا نقرا ناخذ الصناديق هدول. لا تعال. Thank you. Scepter. They've all been bested. Okay, hold on, hold on. I'm thinking. Bombard complete. هاي شغالين فيهم بنا. ما بدنا هاي الجهة كمان. هاي الجهة راح احط فيها هون. واحد اثنين ثلاثة أربعة. أي واحد بوقف فوق بينسلخ بالمدافع. طبعا هدول كلهم الديفنسز بياكلوا مانا فبدك تحسب حسابك انه ما تتقل. جيبها جيبها. ما بدي اياك تمرق منها. Assault the center and the south. They'll never see us coming. عم يعلن الاخ. This blabbering dunce could have used a few firm lashes as a child. يلا تعال. فكوا الحيطان معلش خليهم يجوا. طبعا هون هاجمين من هون الجزء المفروض يجي جزء ثاني من الجزء. يا حرام. خالصين هدول. هدول وصلوا من هذا المكان. فاللي حاعمله انا انه حجيب الجنود الجوبلينز هدول وراح زدتهم على راسه. اس مع السلامة. اوكي وصلت الفكرة تبع الجيم. طبعا هلا في هاي الارتفاكت فيني استعملها بتعمل هابينس للمينيونز تبعي بزيد الموتيفيشن تبعهم بصير اقوى واسرع وكذا. طبعا شو اللي بيخلي المينيونز تبعك هابي ومو هابي؟ اذا موفر لهم اكل وشغل ومحل يناموا هيك بينبسطوا. اوكي هات نشوف هاي نكبر لهم محل النامه مشان ما حدا يزعل يقول ما عندي محل نام. وهي بتعمل ليفل اب للكل. ممتاز. طبعا شو فيك تعمل كمان؟ فيك تقول مثلا تاخذ المينيونز تبعك وتقول له هجوم عليهم. ممكن اذا بدك. You can do that if you want. نعمل هاي. You've identified an artifact of gold. تمام. فهي الفكره. يعني هلا مثلا تحب انت تتفرج شو عم بيصير من مكان قريب تقول له مثلا وين هذول ليكو تجي بتقول له تعال حط لك الجسد تبعه هذاك تجي بتفوت تدور على محل وين هذا. هذا كله ذهب بالحيطان ممكن اخده. وين هاي ليكو؟ يو ديسكفرد ان ارتيفاكت بومبارد كومبليت. ضعت. طيب اوكي okay.
هين عندنا دغري لتحت. هذول هون عم يتقاتلوا، كانوا عم يقتلوا هذول. وهي المدافع. يس. تمام. لذيذة كتير حلوة يعني، أنا بستمتع وأنا بلعبها. I haven't had this much fun in years. ليك هداك شو عم تمسخر عليك. طيب. ستة بستة، هون ستة. بدنا هون كمان اثنين. ممتاز. خليه يجي. اوكي؟ فهي الفكرة تبع الجيم. بدك تفتح غرف، بدك تفتح سبيلز جديدة. طبعا في اذا بدك حتى هون في تعمل هيل او تضربه صواعق او اذا واحد بقى بعيد كتير. يعني هون مثلا تضربه صواعق. طبعا بدك تستهلك المانا تبعك. Your creatures are in combat. هذا هرب. هلا هون حيجوا. حيبلش الضرب. Your vaults cannot store any more gold. قتلوا. علق معهم. وكل واحد منهم له اسم. ها؟ ترى يعني جد هي شغلة حلوة لذيذة. يعني مثلا عندك واحد هون هاد. اسمه تشاندر أوستينور تينبرس. هيك فوق اسمه على التحت. هذا مثلا اسمه هيك. إلهم اسماء. أورست. طيب. هاي اللمسات الخفيفة بتعطي طابع حلو للجيم. اوكي. هاي هي War for the Overworld. ما بدي أورجيكم أكتر لأنه حلاوتها تستكشف. إذا حورجيك كل شي فيها حيروح نص المتعة تبعه. حلاوتها هيك تشوف إنه شو حيطلع لك شي جديد و شو حيكشف لك. يعني مثلا بعدين بتطلع لك اشياء مثل عملاق هيك وحش او شغلات اموات. بكره بصير عندك سجن تسجنهم فيه، بتعذبهم، بتخليهم يعترفوا على اشياء وين مخبين الذهب وين مدري شو. في هيك اشياء يعني باللعبه، مو بس انه والله تبني وتزبط. وكل مرحله بتفتح لك شيء جديد وطريقه جديده للعب. يعني في مرحله مثلا كلها مي، في مرحله جزر ما فيها حيطان، في مرحله مثلا انت بدك تهاجم، في مرحله هنا بيهاجموك وهكذا. يعني بدك تلعبها لحتى تفهمها صح، يعني تشوف هذا. وانا نصيحتي انه اللعبه كتير حلوه، اي واحد عنده بي سي بحب الاستراتيجي لازم يجرب هاي. متعه يعني عن جد. انه بيقول لك اتس جود تو بي باد، هذيك كانت هيك الدنجن كيبر 2 كان هذا شعاره اتس جود تو بي باد، ولا هذيك كانت اوفر رول، مهم واحده منهم. بس عن جد جو فور ات، يعني كتير حلوه. مهم. هاي هي War for the Overworld. لا تنسوا تعملوا سبسكرايب وشير، ونشوفكم بعدين. سلام.